نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وما زلنا مع الأعلام الذين ذكرهم في الجزء الأول من رسالته، العالم الخامس والخمسين، أبو الخير الأقطع الفاتح لروحه. احنا في الرابع والخمسين اللي قبله العالم الرابع والخمسين، ابو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي الفاتحة لروحه. أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي إمام الوقت، صاحب أبا حفص اللي هو أبا حفص الحداد وحمدون القصار، وبه ظهر التصوف بنيسابور. مات سنة 28 و300. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا علي الثقفي يقول: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح. بأهمية يبين أهمية الشيخ في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون هناك شيخ او امام او مؤدب او عالم. يعني لا يشترط ان يكون هناك شيخ تربيه، ولكن لا شك وجود شيخ التربيه ييسر الامر، لكن يكفي عالم ناصح. هو اولا المريد ان لم يوفق ولم يكتب له خلق التوفيق اولا لا يصل لاي شيء. فان كان موفق عند الله اي تيسير له يوصله، لانه هو موفق عند الله اولا، فلا يعتمد الا على الله. ولكن الشيخ المؤدب او العالم الناصح يعينه على الوصول بطريق ايسر حتى لا يجهد نفسه. تصور نفسك انت مثلا تريد ان تبدأ حياتك العادية من الاول، تجد في بعض المصاعب بخلاف من يبدأ حياته امتدادا لعمل ابيه. يجد ان ابيه مثلا عنده، يجد اباه عنده مصنع مثلا، فاذا بدأ حياته من مصنع ابيه يستطيع ان هو يختصر كثير من الجهد في بداية حياته. هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك وجود الشيخ الناصح كوجود الاب الذي يملك رصيدا تبدأ به، فيوفر عليك الجهد الكثير. ووجود الشيخ الناصح والمؤدب اذا وصلت على يديه تكون واصلا موصلا، تستطيع ان توصل غيرك وتؤدب غيرك. ومن لم ييسر له الشيخ الناصح يلزم حلقات العلم ويجلس مع العلماء، لان العلماء غير العارفين. العلماء هم الذين يبحثون في الدليل، اما العارفين يتكلمون على المدلول، فهم انتقلوا من مرحلة الدليل الى المدلول. فان لم ييسر لك العارف فالزم حلقات العلم، فهي فيها الامان مع البعد عن البدعة والبعد عن الشطط، مع حسن الظن بالمسلمين، مع الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتزام السنة والاداب، يوصلك الله ويكون شيخك في هذه الحال هو رسول الله الذي يؤدب امته وهو في قبره الشريف صلى الله عليه واله وسلم. لو ان رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال الا بالرياضة. الرياضة اللي هي التربية، الترويض، ترويض النفس، لأن النفس حرون
ممكن يعرف عيوب نفسه، لأنك من كثرة اعتيادك مع نفسك لا ترى عيوب نفسك، بل قد ترى عيوب غيرك ولا ترى عيوب نفسك. إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح، ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات، لكن يسلم له بالولاية، قد يصل للولاية ولكن لا يكون مربيا، يكون وليا غير مربي. قد يصل الإنسان للولاية ولكن لا يكون مربيا إلا إذا كان على يد شيخ ناصح. كما أنت في مهن الدنيا مثلا، هل يستطيع إنسان يتعلم الطب من الكتب دون أن يمارسه على المرضى مع أساتذة أكبر منه سبقوه في الممارسة؟ فإذا لم يحتك بهم وحفظ الكتب لا يستطيع أن يعالج المرضى ولا يؤتمن، لكن قد يحصل على الشهادة، قد يحصل على الشهادة ولكن لا يعالج المرضى. كذلك قد تحصل على شهادة الولاية بالجهد والاجتهاد مع الله مع سابق التوفيق، لكن لا تستطيع أن تعالج غيرك. تقل بالله ولكن لا تعالج غيرك، لأنك لم تتمرس على كيفية تشخيص عيوب النفوس وكيفية توجيه كل إنسان للدواء الذي يناسبه من الأدوية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. ولذا تعددت الطرق كلها من السنة لكثرة أمراض الخلق ولكثرة اختلاف الناس، فتعددت الطرق. وقالوا أن الطرق الموصلة إلى الله بعدد نجوم السماء، يعني حتى اللي أنت معروفة دي قليلة لسه، ده لسه في طرق تانية يا رب الحقيقة هيفتح على بعض الناس توصل بعض الناس. فالطرق كثيرة الموصلة إلى الله تيسيرا على العباد لكثرة الأمراض ولكثرة الأدوية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الدواء الذي يصلح لك لا يصلح لغيرك، والذي يصلح لك في وقت قد لا يصلح لك في وقت آخر. وقال أبو علي رحمه الله: يأتي على هذه الأمة زمان لا تطيب المعيشة فيه لمؤمن إلا بعد استناده إلى منافق. هو ده اللي حصل. إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، مش الحديث معروف؟ فتجد في الزمان إذا فسد الناس تجد الرؤوس منافقين، وإذا صلح الناس تجد الرؤوس صالحين، كيفما تكون يولى عليكم. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم. ولهذا لم يحدث اصطدام بين الصوفية وبين الحكام الظلمة إلا في القليل النادر. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أن الحاكم الظالم ما هو إلا نفسه أظهرها الله في صورة هذا الحاكم، فإن أصلح نفسه غير الحاكم، فكان يعتبر أن الحاكم عقاب من الله له لسوء تقصيره مع الله. فلذا غالب أحوالهم مع الحكام هو النصح، لكن دون رفع السلاح على حاكم مسلم ظالم، فلم يرفعوا السلاح على حاكم مسلم ظالم قط على مر العصور، لفقههم أولا ولفهمهم عن الله ثانيا ولعدم جواز قتل المسلم ولو كان ظالما. ولكن كل الطوائف غير الصوفية احتكوا بالحكام وحصلت خلافات وأراقوا دماء بعضهم البعض، حتى ان كثير من الخلفاء كان يقتل اخيه من اجل الحكم، اخيه شقيقه من هذا الحكم، لكن لم يحدث ذلك عند الصوفية ابدا. سلموا الامر لله وعلموا ان الملك لله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فاذا اراد الانسان ان يتغير زمانه فليغير نفسه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فإذا رأيت هناك عيبا في الزمان فاعلم أن هذا العيب فيك أنت، ولكن عينه الله في الخارج في صورة هذا العصر الذي تعيشه. هذا هو فهم الصوفية. الذين يحاربون المتصوفة يظنون أن هذا الفهم فهم سلبي، وللأسف هم لا يفهمون سنن الله
في الأكوان. فمن سنن الله في الأكوان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعليك أن تغير ما بنفسك أولا، فيغير الله سبحانه وتعالى من بخارجه. ولذا يقول يأتي على هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو الطائفة الذين انشغلوا بتهذيب نفوسهم، زمان لا تطيب المعيشة فيه لمؤمن، يعني لا يتيسر أسباب المعيشة، أي القائم بتيسير أسباب المعيشة هم المنافقين الذين تريثوا. من الذي ينظم الأمن والأمان ويقيم الطرق وييسر لك المعايش وينشئ المدارس لتتعلم أولادك ولتتعلم أنت فيها؟ تجد أهل دنيا، كلهم أهل دنيا يريدون الدنيا، يفعلون هذه الأشياء وإن كانت مطلوبة شرعا لكن يفعلونها من أجل دنيا لا من أجل الله. فهو يفعل الشيء المطلوب الشرعي لا لكونه مطلوبا شرعيا، ولكن لكونه يحصل به شهوة من شهوات الدنيا من الرياسة أو المال أو غير ذلك. فهذا يسمى منافق عند أهل الصوفية، لأنه يعمل الأعمال الشرعية لا من أجل الله بل من أجل نفسه، فيكون ظاهرا أمام الناس أنه يعمل الصلاح وفي الحقيقة هو في عين الصلاح. ولذا يقول يأتي على هذه الأمة زمان لا تطيب المعيشة فيه لمؤمن إلا بعد استناده إلى منافق لقيام أهل الرياسة وأهل الدنيا بأمور التي تيسر على الناس معيشه، لفساد الزمان لفساد أهل الزمان. فالزمان لا يفسد بذاته، ولكن من يعيش في هذا الزمان هم الذين يفسدونه. هل يصلح الآن المسلمون وهم على هذه المعاصي والتقصير والجهل بأمور دينهم، حتى بأبسط أمور دينهم، كيفية حتى تلاوة القرآن، يعني لا نقول فهم القرآن، بأن يأتي إنسان في خلق سيدنا عمر وفي دين سيدنا عمر يقودهم؟ لا يتحملوا. أمال مين اللي يقودهم؟ الحكام اللي انت مش عاجبينك دول، الحكام اللي مش عاجبينك دول لأن انت أصلا زيهم، دي الحقيقة. مش انت على مستوى الفرد بل على مستوى المجموع الغالب، لان الله سبحانه وتعالى ينظر للمجموع الغالب. قد يكون هناك بعض الافراد الصالحين ولكن نحن نتكلم على المجموع الغالب. فلا يصلح ان يقاد الناس بانسان ولي صالح عارف الا ان كانوا صالحين عارفين اولياء. ولذا كان الصحابة عندما قادوا بعضهم البعض في الغزوات كانوا على مستوى يجري الله على ايديهم الكرامات فلا يلتفتون اليها اصلا، بل هم ملتفتين الى الله. حتى ان الجيش كان يسير على الماء بالفرس ولا يلتفتون لهذا، بل يلتفتون الى تثبيت اركان الاسلام في البلاد التي يفتحها الله لهم، ولا يلتفتون الى هذه الاشياء، بل قد لا يذيعونها، بل كانوا يخجلون حتى من الكرامة كما تخجل البكر من حيضتها كما يقال. وقال أف من أشغال الدنيا إذا أقبلت وأف من حسراتها إذا أدبرت، يعني الدنيا متعبة على كل حال، إذا التفت للدنيا فأنت تعبان على كل حال، إذا أقبلت عليك انشغلت فيها انشغال كثير فتشغلك عما ينفعك في عاقبته، وإذا أدبرت وأنت كنت ملتفتا إليها تحسرت عليها حسرة شديدة، فأيضا ضيعت وقتك وعمرك في حسرة عليها. فيبقى الدنيا لا تلتفت إليه، لأنها إقبالها دار وإدبارها دار. والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولا قال لك الخير خير؟ الخير فتنة برضه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والعاقل من لا يركن إلى شيء، إذا أقبل كان شغلا وإذا أدبر كان حسرة. يبقى العاقل لما ينزل للدنيا لهذه الصورة لا يركن لهذا الشيء اللي هو إقباله يضره وإدباره يضره، يبقى يبعد عنه واحد.
والبعد هنا بالبعد القلب، مش بترك الدنيا بالجوارح، لا، الانشغال في الدنيا بالجوارح، لكننا البعد والادباري ادبار قلبي، يعني لا تلتفت اليها بقلبك، ولكن لك ان تأخذ منها ما تستطيع ان تستمر طائعا لله عز وجل. فالصحابة اقبلوا على الدنيا وعمروها ولم يلتفتوا اليه، اقبلوا على البلدان وكانوا يدخلون الى الصحاري يحولونها الى مدن، الكوفة وبغداد والبصرة هذه كلها كانت صحاري الذي عمرها الصحابة، القاهرة مصر التي نسكن فيها كانت عبارة عن ارض مهجورة، لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب عمرها سيدنا عمرو بن العاص، عمرها وعمر الفسطاط، ثم بعد ذلك اتسعت وصارت القاهرة. فكانوا يعمرون الدنيا غير ملتفتين للدنيا. فالكلام هنا متوجه الى القلب، اي لا يلتفت قلبك اليها. مش معنى كده تعرض عنها وانت من اهل الاسباب مريدا التجريد، والا هذا من الشهوة الخفية. ارادتك التجريد وانت من اهل الاسباب من ايه؟ من الشهوة الخفية. وارادتك الاسباب وانت من اهل التجريد نزول عن الهمة العالية. فاقام العباد فيما اراد، فان اقامك في الدنيا فلا تلتفت اليها بقلبك، ولكن انشغل بجوارحك فيها ملتفتا بقلبك الى الله. هذا هو المعنى المراد. فالكلام هنا موجه الى القلب ليس موجه الى الجوارح، لانك لو تركتها من جوارحك وانت ملتفت اليها بقلبك تتحسر عليها، وهو لا يريدك ان تتحسر عليها او تلتفت اليها. ومن اقواله في الهامش كمال العبودية، العجز والتقصير عن معرفة علل الاشياء بالكلية، يعني التسليم، ادي كمال العبودية، التسليم فيما اجراه الله في القضاء والقدر، فيك وفي العباد من حولك وفي عصرك وفيما اراده سبحانه وتعالى وشاءه، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فيسلم الامر لله. هذا هو كمال العبود، لا يبحث عن حكمة الاشياء، لماذا انهزم الناس الان، لماذا يعصون الناس الان، لماذا يطيعون الناس الان، لماذا يفتح الله عليهم الدنيا الان، لماذا يقبض عنهم الدنيا الان، لا يبحث عن علل الاشياء، ولكن يسلم الامر لله وهو مشغول بما اقامه الله فيه من امر ونهي، ولا يشغل نفسه بعلل الاشياء. كمال العبودية العجز والتقصير عن معرفة علل الاشياء بالكلية، يعني سلم الامر دون مناقشة. وقال لا يقبل من الاعمال الا ما كان صوابا، ومن صوابها الا ما كان خالصها الا ما كان خالصا، ومن خالصها الا ما كان موافقا للسنة. يعني لابد الاعمال التي توصلك الى الله ان تكون اولا الاعمال التي تعملها تكون صوابا، اي صحيحة مجزئة مطابقة للشروط التي اشترطها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاذا اردت ان تصلي لابد ان تتوضأ وان تطهر ثوبك وبدنك وتتوجه للقبلة، فان كان فردا لابد من العلم بدخول الوقت، وهكذا يفعل هذه الشروط كلها والاركان كلها، هذا هو الصواب. ثم بعد ذلك لا يقبل الله من الاعمال الصواب هذه الا ما كان خالصا لوجهه، ثم لا يقبل هذا الخالص لوجهه الا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الباطن، اي ان يكون غير ملتفتا له ولا معجبا به، لانه صوابا اولا. فتكرار الكلام السنة اكيد تكرار لمعنى جديد، فهو لا يكون صوابا الا ان كان متوافقا للسنة اولا. فهو يريد ان يقول انه يكون صوابا اي في الظاهر مطابقا للسنة، وان يكون خالصا لله في الباطن، وان يكون في باطنه على ما كان حال النبي في باطنه بقدر طاقته. فهو يتكلم اولا في الظاهر ثم بعد ذلك يتكلم في الباطن. وقال ليس شيء اولى بان تمسكه من نفسك، ولا شيء اولى بان تغلبه من هواك.
يعني اذا اردت ان تتحكم في شيء فليس اولى بشيء ان تتحكم فيه الا نفسك. تحكم في نفسك اولا ولا تتحكم فيما حولك. ليس شيء اولى بان تمسكه من نفسك ولا شيء اولى بان تغلبه من هواك، لانك تعلم ان زمام الشيطان هو الشهوة والهوى. ده زمام الشيطان يقود به النفس الى ما يهلكها، فهو اذا ركب على النفس ساقها بزمام الشهوة والهوى. وزمام الرحمن الذي يقود به النفس بالنازع الملكي او الرحماني هو الخوف والرجاء. يبقى هناك الخوف والرجاء، ده زمام الرحمن يقود به النفس الى ما يصلحها، وزمام الشيطان هو الشهوة والهوى يقود بها النفس الى ما يوبقها. ومنهم ابو الخير الاقطع. ابو الخير الاقطع مغربي الاصل، سكن في نات وله كرامات وفراسة حادة. سمي الاقطع لقطع يده، قطعت يده حد سرقة وهو لم يكن سارقا، لانه كان قد عاهد الله الا يمد يده على شيء لشهوة نفسه. فكان في البرية مرة فمد يده الى قدس قطعه فلاكه، ثم تذكر عهد الله فتركه. فوجد الحاكم يطارد بعض السارقين في اطراف المدينة، فوجده في اطراف المدينة ظنه منهم فاخذه وقطع يده. فده سبب ايه؟ ان هو سمي الاقطع. ثم بعد ذلك تاب الى الله من هذا، لان العهد مع الله عهد شديد، وان كان من اهل التوفيق الله سبحانه وتعالى يوجه له العقوبة في الدنيا ان كان من اهل التوفيق، وان كان من اهل الخسران فلا يعبأ الله به ان وفى او لم يوفى، ولكن هؤلاء اهل توفيق. فلما خالف في عهد واحد عجل الله عقوبته له في الدنيا، فعاش بعد ذلك بيد واحدة، كان يتكسب من صناعة الخوص بيد واحدة ويتكسب منها ويقتات، وله كرامات كثيرة حتى انه كانت تأنس به السباع في البرية، يعني تأتيه الاسود في البرية تأنس اليه، فيتعجب الناس ويقولون له ذلك، فيقول الكلاب تأنس بالكلاب تواضعا رحمه الله تعالى. له كرامات وفراسة حادة، كان كبير الشأن، مات سنة 42 و300. قال أبو الخير: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة، يعني موافقة الكتاب والسنة في العلم والعمل طبعا مع الإخلاص، ومعانقة الأدب وآداء الفرائض وصحبة الصالحين. ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة، أي واظب ويستمر ويصبر على ألا يعصي الله أبدا ظاهرا وباطنا بالشرع الشريف وطاعة الله في أقداره وفي أحكامه في نفسه وفي عباده، فلا يبجر ولا يسخط على ما قسمه الله له. ثم بعد ذلك معانقة الأدب، أي أن يسير متمسكا بالأدب كما تعانق شيئا لا تفرط فيه، يتمسك بالآداب الظاهرة والباطنة، وأداء الفرائض مع عدم التقصير. أداء الفرائض أعلى من فعل الفرائض، أداء الفرائض أي فعلها على أكمل وجه. وصحبة الصالحين، لأنك بصحبة الصالحين تستفيد منهم إما نصح أو يعلمونك عيبا فيك كيف تعالجه أو يداويك، أو دعوة صالحة أو تشجيعا على الذكر والطاعة، فصحبة الصالحين توفر عليك الكثير. يقول في الهامش عنه: قال المناوي في طبقاتي هو التيناتي،
نسبة إلى سيناس، قرية ببلاد المشرق على أميال من المصيصة، وهي مدينة على ساحل البحر، واسمه عباد بن عبد الله، وأصله من المغرب، وقدم المشرق فصحب ابن الجلاء وغيره ومات بمصر بقرب قبر ذي النون المصري بالقرافين المصري. ومن كلامه: لا يجوز التصدر للمشيخة إلا لمن فرغ من تهذيب نفسه، ومن بقي عليه بقية فهو مريد، والمريد لا يكون له مريد. ولي أمر مهم أن الإنسان لا يتصدر لتربية الناس ولا تهذيب الناس قبل أن يفرغ من تهذيب نفسه، وإلا لا ينتفع به الناس، لأنه كيف ينتفع به الناس وهو لم ينتفع أصلا في نفسه. وقال: من أحب اطلاع الناس على عمله فهو مرائي، أو على حاله فهو كذاب. يعني من أحب اطلاع الناس على عمله فهو مرائي، أو على حاله اللي هو باطنه فهو كذاب. وقال: القلوب ظروف، فقلب مملوء إيمانا فعلامته الشفقة على جميع المسلمين. يبقى الإيمان إذا ملأ القلب يملأ القلب شفقة، علامته في الظاهر الشفقة على جميع المسلمين والاهتمام بما يهمهم ومعاونتهم بما يعود صلاحه إليهم. وقلب مملوء نفاقا فعلامته الحقد والغل والغش والحسد. وقال: لن يصفو قلبك إلا بتصحيح النية لله تعالى، ولن يصفو بدنك إلا بخدمة أولياء الله تعالى. يبقى خدمة الأولياء لتصفية البدن، وتصحيح النية لتصفية القلب. فما بالك بقى بمعاداة الأولياء والعيب فيهم. ومنهم السادس والخمسين: أبو بكر محمد بن علي الكتاني رحمه الله الفاتحة لروحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أبو بكر محمد بن علي الكتاني بغدادي الأصل، صاحب الجنيد والخراج والنوري، وجاور بمكة إلى أن مات سنة 22 و300. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: نظر الكتاني إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل الناس، يعني رجل شايب كبير وبيشحك، فنظر الكتاني إليه فقال: هذا رجل أضاع حق الله في صغره فضيعه الله في كبره. أضاع حق الله في صغره بالقناعة، وبالرضا، فأحوجه الله في كبره لسؤال الناس، لأنه لم يرضى عما قسمه الله له فاحتاج للناس. فعلى الإنسان أن يعمق في قلبه أثناء سلوكه الرضا بما أقامك الله فيه والقناعة بما قسمه لك. هذا رجل أضاع حق الله في صغره فضيعه الله في كبره. والضياع في الكبر هو احتياجي لسؤال غير الله، وده الضياع، هو ده الذل. وقال الكتاني: الشهوة زمام الشيطان. الشهوة أي في الإنسان زمام الشيطان، لأنه يجرها إلى المعاصي، فمن أخذ بزمامه كان عبده. فمن أخذ الشيطان بزمامه يعني بشهوته يجره منها كان عبده، يعني يبقى عبد للشيطان.
كما قلت لك منذ قليل أن الشيطان زمامه الذي يجر به النفس هو الهوى والشهوة، وزمام الرحمن هو الخوف والرجاء. يقول في الهامش: وهو محمد بن علي بن جعفر وكنيته أبو بكر، كان أحد الأئمة. حكى محمد بن مرتعش أنه كان يقول: الكتاني سراج الحرم، يعني مجاور في مكة. ومن قوله: إذا سألت الله تعالى التوفيق فابدأ العمل، وكن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك، يعني تكون في الدنيا منشغلا فيها بجوارحك ولكن قلبك ملتفتا إلى الله. وقال: الغافلون يعيشون في حلم الله، والذاكرون يعيشون في رحمة الله، والعارفون يعيشون في لطف الله، والصادقون يعيشون في قرب الله. يعني الكل في الكل مع الله، حتى الغافل، الغافل مع الله، يعني الله معه ولكن هو ليس مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمده بمدد حلمه، ولو لم يمده بمدد حلمه ما عاش لحظة في الدنيا لغفلته عن الله ولشدة الحجاب عن الله، ولكن هو في حلم الله. والذاكرون يعيشون في رحمة الله، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تراقب الله، وهذا هو معنى الذكر، هي مراقبة الله. والعارفون يعيشون في لطف الله، لأن العارف جلى الله نور بصيرته فصار يرى حكمة الله في الأشياء، فهو يعيش في لطف الله لأنه لا يتعجب من الأقدار أبدا، لأن الله أنار بصيرته فرأى أن فعل الله هو عين المراد. والصادقون يعيشون في قرب الله، لأن الصادق الله سبحانه وتعالى يجعله من المقربين، والقرب هي منزلة المحسنين، لأن هناك الأبرار والمقربين كده برضو: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نبرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. كل ده للأبرار، مزاجه ممزوج، لكن التسنيم بقى يشرب منها خالصة مين؟ عينا يشرب بها المقربون، لأنهم لما خلصوا لله خلص لهم الثواب، ولما مزجوا نفوسهم مع الله مزج له الله سبحانه وتعالى الثواب. مش كده برضو؟ ومزاجه من تسنيم، التسنيم ده ممزوج، أو عينا يشرب بها مباشرة بغير مزاج المقربون. يبقى في المقربون دول حاجة عالية أعلى من الأبرار اللي هم الخواص، أو خواص الخواص اللي هم الصادقين. وسئل عن الصوفي فقال: من عزفت نفسه عن الدنيا تطرفا، هي حقها كده، انا بتهيألي كده، انا عندي هنا نقصة، انا برضو ما كنتش مستوعبها، مش عجباني. تزرفا حلوة حلتها لنا دي. من عزفت نفسه عن الدنيا تظرفا، تظرفا يعني بغير التفات. عارف انت لما تبقى راجل خفيف كده تبقى ظريف، مش كده برضو؟ حتى لما تلاقي واحد خفيف كده يعني مش تقيل تقول ده راجل ظريف. فهو كذلك عزفت نفسه عن الدنيا دون ان تترك اثر فيه، فكان خفيف كده، يعني يدوب لمس من الدنيا احتياجاته بس، ما خدش الزيادة. هذه معنى التظرف.
من عزفت نفسه عن الدنيا تظرفا وعلت همته عن الآخرة، وعلت همته عن الآخرة يعني حتى لدرجة انه هو لا ينظر لثواب الآخرة، لأنه يعبد الله لله لا لفضل في الآخرة حتى، يعني حتى علت همته عن هذا. هذه المعنى، لأنه ولمن خاف مقام ربه جنته، يبقى في خوف مقام الله وفي الخوف من الله. خوف مقام الله ده اعلى من الخوف من الله، من عذاب الله يعني. وعلت همته عن الآخرة وسخت نفسه بالكل وطلبا وشوقا الى من له الكل. السخاء ان الانسان ينفق كل ما بيده، لانه لا يلتفت الا الى الله، ده معنى السخاء. فانفق الكل لانه يشتاق الى من له الكل، وهو الله سبحانه وتعالى. وقيل له من العارف؟ فقال من يوافق معروفه في اوامره، من يوافق معروفه في اوامره ولا يخالفه في شيء من احواله، ويتحبب اليه بمحبة اوليائه، ولا يفتر عن ذكره طرفة عين. وسئل عن المتقي فقال من اتقى ما لهج به العوام من متابعة الشهوات وركوب المخالفات، ولزم باب الموافقة، وأنس براحة اليقين، وأتته الفوائد من الله عز وجل في كل حال فلم يغفل عنها. وبيقول كان في رأسي وجع، كان في رأسه يعني جاله زي مرض شديد كده، صداع شديد. فرأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له اكتب هذا الدعاء: اللهم بثبوت الربوبية وبعظيم الصمدانية وبسطوات الإلهية وبقدم الجبروتية. فكتبه في ورقة وضعه على رأسه فذهب ما به. اللهم بثبوت الربوبية وبعظيم الصمدية وبسطوات الإلهية وبقدم الجبروتية وبقدرة الوحدانية. ومنهم أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري. في الهامش النهرجوري نسبة إلى نهر جور بضم الجيم وسكون الواو بين الإهواز وميسان. أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري. الفاتحة لروح. أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري صاحب أبا عمرو المكي وأبا يعقوب السوسي والجنيد وغيرهم، مات بمكة مجاورا بها سنة 33 و300. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا الحسين أحمد بن علي يقول، سمعت النهرجوري يقول: الدنيا بحر والآخرة ساحل، والمركب التقوى والناس سفر، يعني في سفر، زي كأنه بيفسر لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور: الدنيا بحر والآخرة ساحل. يعني البر طول ما انت في الدنيا تنام في البحر، يعني تركن، ازاي تركن للدنيا؟ كأنك ركنت الى البحر، وحد يركن للبحر؟ والآخرة ساحل يعني حيث الراحة، والمركب الذي يمنعك من الغرق في بحر الدنيا هي التقوى، والناس سفر
وكل الناس مسافرين. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت النهر جوري يقول، رأيت رجلا في الطواف بفرد عين، يعني بعين واحدة، بفرد عين يعني عين واحدة أعور يعني، يقول أعوذ بك منك. فقلت ما هذا الدعاء؟ غريب أوي دعاء، هو حقه يقول أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك، يعني في نوع كده من الايه، من الجفاء شوية، يعني في نوع كده يعني وجعته في اذن، ما عجبتوش، مستعجب، اعوذ بك منك. فبيقول برضاك من سخط، بمعافاتك من عقوبتك، فيعني تعجب. يستعيذ بالله من الله، ما الله له صفات جمال وصفات جلال، انت تستعيذ من الجلال بالجمال حتى تصل الى الكمال، لكن يستعيذ بالله جلالا وجمالا، من الله جلالا وجمالا، امال هيروح فين طيب؟ فهو تعجب يعني، تعجب يعني الدعاء كده. فقلت ايه ده؟ ايه الدعاء ده؟ ما هذا الدعاء؟ ما سمعوش قبل كده. فقال لما سأله، نظرت يوما الى شخص فاستحسنته، وإذا لطمة وقعت على بصري فألست عيني. ها؟ فسألت، أنا مكتوبة عندي غلط خالص. ها؟ ما يمكن فألست يعني سألت برضه. طيب، فألست يعني سألت. يلا مالناش دعوة. هي مكتوبة عندي كده. فسمعت هاتفا يقول لطمة بنظرة، ولو زدت لزدناك. يعني مجرد ان نظر الى انسان بالشهوة لحظة كده، ربك سبحانه وتعالى في الحال، وقال له ايه؟ وقال له لو زدت لزدناك. ده دليل كمال التوفيق، ان ربك يعجل له العقوبة في لحظة، في لحظة كده، ده عملية تخوف، حاجة تخوف يعني، ربنا يسترنا. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت احمد بن علي يقول، سمعت النهرجوري يقول، افضل الاحوال ما قارن العلم. يعني الحال الذي ياتيك وانت في ظاهرك محافظا على السنه والشرع الشريف، هي دي احول الاحوال، افضل الاحوال. اما الحال الذي يخرجك من توازنك فتكون في الظاهر مخالفا وانت في الباطن مع الله، فهذا ليس من الاحوال الشريفه، ولكنها من احوال القهر والغلبه، كالمرض قد يصيب الانسان فيتعبد الله والنجاسه خارجه منه، فيكون دائم حدث بسبب المرض، فيكون حاله في العباده غير حال الكمال. كذلك الحال الذي يخرجه عن الاعتدال والصحه في الظاهر، الحال الباطني، لا يكون من اكمل الاحوال، بل اكمل الاحوال هو ان ترتقي مع الله في الباطن، ويحافظ الله على ظاهرك في كمال الموافقة للشرع الشريف. يقول هنا في الهامش، قال له قائل وهو يجود بانفاسه الاخيرة، قل لا اله الا الله، فتبسم وقال اياي تعني، وعزة من لا يذوق الموت، يعني الله بيحلف بالله، وعزة من لا يذوق الموت، ما بيني وبينه إلا حجاب العزة، ثم مات فورا. سئل عن التصوف فقال تلك أمة قد خلت، إذا كان هو بيقول كده في القرون الأولى. وقال في الفناء والبقاء، إيه يعني الفناء والبقاء؟ قال هو فناء رؤية قيام العبد لله، وبقاء رؤية قيام الله في الأحكام. دي حاجة عالية أوي. هو فناء رؤية قيام العبد لله، لأن العبد فاني أصلا. العبد أصلا فاني. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لولا إمداد الله للعبد في كل لحظة ما بقي. فإذا التفت إلى غير الباقي يبقى في الحالة دي فنى،
لانه التفت الى الفاني ففنى معه، مش كده برضو؟ انما لو عايز البقاء بقى يلتفت لرؤية امداد الله في الاحكام، والله باقي، يبقى باقي، يبقى هو ده البقاء. ده نوع من التذوق في المقامات، يعني هو لا يرى مقام الفناء الا في انشغال. هنيجي بعد كده مقام الفناء، هنيجي بعد كده في دروس مخصوصة في موضوع المقامات وكيفية وصفها المختلف لكل انسان من الناس الصالحين، كيف عاش هذا المقام فعبر عنه بتعبير قد يخالف غيره. وقال: الصدق موافقة الحق في السر والعلانية. وحقيقة الصدق القول بالحق في مواطن التهلكة، يعني ولو على نفسه. وقال: من كان شبعه بالمال لم يزل جائعا. مش الرسول بيقول كده؟ ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ونهمان لا يشبعان أبدا، طالب دنيا وطالب علم. مش كده برضو؟ فيبقى لا يشبع أبدا. من كان شبعه بالمال لم يزل جائعا، ومن كان غناه بالمال لم يزل مفتقرا. ها؟ بتهيألي. وعندك انت بالطعام؟ طب نصلحها. تمشي احلى. عشان ما يبقاش فيه تكرار. وان كان المال ممكن يجيب بيه الطعام. لكن هي كده احلى. من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا. ما هو اصل من ظن ان هناك مؤثر مع الله كانما عبد غير الله. فمن ظن ان الطعام يشبع بذاته فقد نسب التاثير لغير الله، ومن ظن ان الماء يروي بذاته فقد جعل التاثير لغير الله، ومن ظن ان النار تحرق بذاتها فقد جعل التاثير لغير الله. والله سبحانه وتعالى هو الفاعل في الاشياء مع الاشياء وبغير الاشياء، فهو الفاعل سبحانه وتعالى. ولكن هي فقط العادة المتكررة ان الانسان يرى ان الشيء الذي يقع في النار يحترق، فيرتبط في ذهن غير المؤمن ان النار تحرق بذاتها، ولكن الله يخلق الاحتراق عند مماسة الشيء للنار. هذه المسألة. لكن النار بذاتها ليست حارقة بذاتها كده، لأن لا تأثير. من قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. مش في الخريدة البيئية يقول كده؟ ومن قال بالطبع أو بالعلة، يعني من قال بأن الأشياء مؤثرة بطبيعتها، ليقول لك في عالم الحيوان وأن مدته الطبيعة مش عارف بخياشيم يستطيع أن يتنفس تحت الماء، وامدته الطبيعة باجنحة يستطيع ان يطير بها فوق السحاب. طبيعتي هي الطبيعة بتمد، مش يقولوا كده في عالم الحيوان؟ لانه بيجيله البرنامج بتعليق الراجل الكافر بالانجليش، يروح مترجمه. طب انت ترجمه مسلم بقى، مش ترجمه بالحرف. يعني لازم الانسان اللي يترجم يأسلم الترجمة. الثاني كافر، فبيعلق على البرنامج بتعليق الكفار، يرى ان الطبيعة فاعلة ويرى ان الاشياء مؤثرة لانه كافر. اما المؤمن فلا يرى مؤثر الا الله، ولا يرى فاعل الا الله.
فيقول مثلا امده الله بكذا، يبقى انت كده راجل ترجمت المساله. وعشان كده قال ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. لو كانت الطبيعه فاعله ما كان هناك تنوع. ما هو ربك بيقول ايه؟ يسقى بماء واحد، ميه واحد، تربه واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، يبقى هناك فاعل مختار. ولو الطبيعه فاعله ما كانش يبقى فيه تفضيل، مش كده برضه؟ حتى انت تسمي المطبعه ايه؟ مطبعه، عشان اكله شيء واحد، تفضل تعمل كده ينزل لك 1000 نسخه واحده، زي بعض، مفيش تنويع. دي المطبعه بتنوع، ينفع تديها مؤلف عن القران تروح تطبعها لك مؤلف عن السنه؟ هو المؤلف اللي اديته لك، تفضل تطبع منه ملايين النسخ، هي ايه؟ لا تنويع، مش كده المطبعه كده؟ كذلك لو كانت الطبيعه فاعله ما كان هناك تنوع. مش كده برضو؟ عشان كده ربك سبحانه وتعالى بين هذا ورد على اهل الناس اللي قالوا بالطبيعه، قال انظروا، واخد بالك؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه، حاجه واحده وبعدين مختلفا الوانه، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. كل ده رد على الطبيعه. الجماعه اللي بيقول لك الطبيعه فاعله، فاعله ايه؟ هتفعل ازاي الطبيعه؟ اذا كان الخامات كلها واحده، كل الخامات واحده، تقوم تنوع؟ هي الطبيعه المطبعه بتنوع؟ انظر، فالفاعل هو الله. خدت بالك؟ عشان كده يقول لك من قال بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. طبعا التأثير من الله سبحانه وتعالى. من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا، ومن كان غناه بالمال لم يزل مفتقرا، ومن طمع في الخلق لم يزل محروما. طبعا طبعا هيتحوج لشوف لملايين البشر، انما خلي حاجتك عند الله تبقى عندك في جهه واحده. ومن طمع في الخلق لم يزل محروما، ومن استعان على امر بغير الله لم يزل مخذولا. وقال مفاوز الدنيا تقطع بالاقدام، ومفاوز الاخره تقطع بالقلوب. يعني انت في الدنيا بتسافر بقدمك، فتقطع المفاوز بأقدامك، أما في الوصول إلى الله تقطع هذه المفاوز بقلبك. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قالوا ده حال قلب الولي، حال قلب الولي، جسمه راسخ كالجبل، ولكن في الحقيقة تمر عليه المعارف مر السحاب، تلو السحاب، يقطعها بقلبه مترقيا في ايه؟ في درجات المعارف. ومنهم ابو الحسن علي بن محمد المزين. المزين اللي هو بيحلق الشعر، يعني شوف مزينين الناس دول، الجيل ده كان ايه؟ وشوف انت علماء اليومين دول ايه؟ عشان تعرف الفرق. او المزينين كانوا كده، فما بال علماء الجيل ده يبقى ايه؟ الفاتحة لروح. أعوذ بالله من الشيطان. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أبو الحسن علي بن محمد المزين من أهل بغداد، ومن اصحاب سهل بن عبد الله والجنيد والطبقه، يعني طبقه هؤلاء يعني. مات بمكه مجاورا سنه 28 و300، وكان ورعا كبيرا، يعني كبير الشأن. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت ابا بكر الرازي يقول: سمعت المزين يقول: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الأول،
مش يقول لك ان المعاصي بريد الكفر وان الذنوب ليها شؤم، فلو اذنب ولم يتب يفضل في شؤم الذنب ده، يقوم بشؤم الذنب ده يقع في ذنب تاني كده برضو. ادي كلامه يعني، الذنب بعد الذنب دون احداث توبة، دون احداث توبة عقوبة الذنب الاول. ربنا قال الكلام ده برضو في القرآن، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب كده برضو. يعني الشيطان تغلب عليهم بذنوبهم الاولانيه، لو ما كانش ليهم ذنوب كان الشيطان ما يتغلبش عليه. شفت القرآن يعني هو بيقول معاني القرآن بس بيقولها من خلال المعايشة. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولكونهم صحابة النبي ولقد عفى الله عنه اكراما لهم، مش كده برضو. الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الاول، يبقى معناه تحدث توبة اولا باول عشان ما تعيش في شؤم الذنوب، اولا باول تسارع الى التوبة. والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة الاولى، تملي الطاعة تجر طاعة والمعصية تجر معصية كده برضو. الطاعة ليها بركة وليها نور تقوم تشجعك لطاعة اخرى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى، مش كده برضو. والذين اهتدوا ها كثيرة، ده ايات كثيرة. وسئل المزين عن التوحيد فقال، شوف بقى الكلام في الخلاصة، الخلاصة علشان جماعة الوهابية اللي تعبوا انفسهم في موضوع الصفات وعايزين يجعلوها على الحقيقة ومتصورين ان عدم حملها على غير الحقيقة ان ده تعطيل، فشبهوا الله وجسموه، دي المصيبة بتاعتهم. وتيجي تناقشهم مش عايز، حاطط قطن في ودانه، ربنا يهديهم. انظر بقى للكلام هنا شو بيقول. وسئل المزين عن التوحيد فقال، احنا بنعلمهم اهو بالمزين عشان بس يعرف، ان تعلم ان اوصافه تعالى بائنة لا لاوصاف خلقه. ازاي تحمل اللفظ على الحقيقة بقى وانت بتعرف اللفظ على الحقيقة من خلال رؤيته في الخلق؟ الاستواء عند الخلق هو ايه؟ الاستقرار على شيء، مش كده برضو؟ انك تبقى محمول على شيء. فلما تيجي تحمل استواء الرحمن على المعنى بتاع الخلق حتى تظن ان الله قاعد على العرش، مستحيل. شوف اول حاجة، ان تعلم ان اوصافه تعالى بائنة يعني مباينة يعني مخالف لأوصاف خلقه. والسماء بنيناها بأيد، ده جمع، ومرة لما خلقت بيدي، اثنين، ومرة يد الله فوق أيديهم، يبقى هنا لا عبرة بالعدد ولا له مفهوم، نقول له يدين بس يبقى المسألة مش مفهوم لا عدد ولا مفهوم جريح خالص، لان جاءت مرة جمع ومرة مثنى ومرة مفرد، مش كده برضو. فيبقى المسألة هنا مش مسألة جارحة بقى، ده المسألة حاجة ثانية. تفوضها الى الله مفيش مانع، تبقى من المفوضة. تؤولها تأويل يليق بالله عز وجل، تقول قوته قدرته احاطته، مفيش مانع. انما تقول جارحة بلا كيف تبقى وانطج، لانك نسبته انه جسما مكونا من اجزاء، والله ليس بجسم، لان الجسم يفتقر لاجزائه والى الحي، والله مستغن عن كل شيء. فهمت المسألة؟ ان تعلم ان اوصافه تعالى بائنة لاوصاف خلقه، اي مباينة مخالفة. باينهم بصفاته قدما يعني خالفهم بصفاته القديمة، كما باينوه بصفاتهم حدثا يعني من الحدوث وهو الوجود بعد العدم،
يعني الحدوث هو الوجود بعد العدم. الله سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم، فكيف تكون صفاته تشبه صفات من سبقه العدم؟ مستحيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت العوالم غيبا في عرشه فمحق الآثار بالآثار. سبحانه وتعالى، ادي كلام الناس العلماء الفاهمين. انما تظن انه محمول كده شوية هيرسموه على السبور، وبعضهم فعلا تجرأ ورسم على السبور. وقال: من لم يستغني بالله احوجه الله الى الخلق، ومن استغنى بالله احوج الله الخلق اليه. في الهامش يقول: سئل عن المعرفة فقال: ان تعرف الله بكمال الربوبية، وتعرف نفسك بالعبودية، وتعلم ان الله اول كل شيء، وبه يقوم كل شيء، واليه مصير كل شيء، وعليه رزق كل شيء. وسئل عن التوحيد فقال: هي دي وحدة الوجود عند الصوفية. وحدة الوجود مش الحلول كما يظن الناس ابدا. وحدة الوجود عند الصوفية ان تعلم ان الفاعل في الوجود كله واحد، وان الخالق في الوجود كله واحد، وان المؤثر في الوجود كله واحد. ادي معنى وحدة الوجود، اي انه مصدرا من اله واحد سبحانه وتعالى، ومظهرا من اله واحد سبحانه وتعالى، لا بمعنى الحلول كما يظن بعض الناس الحلولية. لا موجود في الخلق الا الله، ممكن تتفهم بمعنى كفر وبمعنى صحيح. فتشوف انت هي مين اللي بيقولها. لو واحد من السيخ بيقولها ومن الهندوس، يبقى الراجل بيقول بالحلول، كويس، لان اعتقاده كده. لو واحد مسلم بيقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله بيقولها، يبقى لازم اولها بما يليق مع عقيدته. يبقى لا وجود في الخلق الا الله، اي لا وجود في الخلق الا فعل الله، الا امر الله، الا خلق الله، الا مراد الله، لازم اقدرها. واضح؟ يبقى المسألة كلها اسمع الكلمة واشوف طلع من فم مين. كافر، يبقى خلاص اشوف اعتقاده ايه في كفره. بيقول بالحلول، يبقى يقصد بها الحلول. لكن طلع من فم انسان مسلم، والمسلمون لا يعتقدون ان الله حل في الاكوان، يبقى يقصد معنى اخر. واضح؟ بس. وانت ما تقول بيت الله يعني حل فيه؟ طيب. ونفخت فيه من روحي يعني جزء منه، ولا النسبة نسبة تشريف؟ تشريف بس. لكن النصارى ما عملوهاش تشريف، عملوها تجزيه. فهمت ازاي؟ النصارى ما يقول لك المسيحي ان ربنا سبحانه وتعالى نفخ من روحه في عيسى ابن مريم، تقول له انت عونطجي يا كافر. ليه؟ لانه يقصد التجزيه. لما يجي مسلم يقول لك ربنا نفخ من روحه في عيسى ابن مريم، تقول له صدقت. لان المسلم يقصد تشريف، نسبة تشريف، لا يقصد تجزيه. لان المسلمين كلهم يعرفوا الحكاية دي. فهمت ازاي؟ في فرق بين اعتقاد المسلم واعتقاد الكافر. وعشان كده لازم تؤول كلام المسلمين بما يليق مع عقيدتهم. مش كده برضو؟ لما يجي المسلم يقول لسيدنا الحسين اشفيني يا سيدي يا حسين، اشفيني، كويس، ويجي المسيحي يروح يزور ستنا العذراء يقول لها اشفيني يا ستنا مريم، الكلمة دي كفر والتاني مش كافر. ليه؟ لان المسيحي متصور ان ستنا مريم فاعلة بذاتها. فهمت ازاي؟ المسلم يعلم ان لا فاعل الا الله، لكن على يد من شاء من عباده، فهو يطلب الشفاء
من الله على يد سيدنا الحسين. بس ادي كل الحكاية. واللي خلاني ان انا اقولها كده ايه؟ ان هذا الرجل البني ادم اللي قال الكلمة دي اول ما اذن الاذان قال الله اكبر، ما قالش الحسين اكبر، وسجد لله وقال اشهد ان لا اله الا الله، لا معبود الا الله، ما يعبدش سيدنا الحسين ابدا. حتى لو انت قلت له هو بيقول كده استعبد سيدنا الحسين هيقول لك انت مجنون، ما يجيش في باله اصلا، صح؟ فعلشان كده ما هو المشكله ان الوهابيه حملوا كلام المسلمين على كلام الكفار واعتقدوا ان كلامهم يساوي الكلام اللي طالع من الكافر. لا، المسلم مش كده. سيدنا عيسى نسب لنفسه الخلق، مش كده برضو؟ اني اخلق لكم من الطين، اخلق لكم يعني الله اخلق، مين اللي بيخلق هنا؟ سيدنا عيسى. في اكثر من الخلق نسبه الى المخلوق، ايه رايك؟ في صريح القران ولا لا؟ في صريح القران يبقى ربنا نسب الخلق مظهرا لا مصدرا. يبقى ربنا نسب الخلق هنا مظهرا على يد سيدنا عيسى، مصدرا من الله. وعشان كده كرر باذني باذني باذن، كررها كثيرا. ليه؟ لان الناس هتفتن بسيدنا عيسى، فاراد الله سبحانه وتعالى انه يمنع ايه الخاطر اللي ممكن يخطر على بال احد، فيكون الايه، شوف اخلق لكم الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يجيء الرجل ارزقه ثم يقول هذا لي وهذا مش عارف ايه، مش قال كده ارزقه؟ نسب الرزق لنفسه صلى الله عليه وسلم. لو واحد وهابي قاعد كان يقول له، قول له استغفر الله يا رسول الله، كان هيعلم النبي، مش كان بيقول كده النبي؟ يقول ارزقه الله، وقال فارزقوهم منهم في القرآن. يبقى هنا النسب دي كلها لازم نفهمها لما يقولها مسلم، واخد بالك ازاي؟ تبقى بالمعنى المجازي. واللي خلاني صرفتها عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي قرينة عقلية وهي اعتقاد المسلم. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فطالما انت عندك هذه القرائن العقلية باعتقاد المسلم الصالح انه لا يعبد غير الله وانه لا يعبد النبي فضلا عن، يعني اذا كان ما عبدش النبي هيعبد الولي؟ ده ما عبدش النبي، فين الولي من النبي؟ لا فرق، ما فيش مقارنة اصلا. ما عبدش النبي، هتقول لي بقى بيعبد الولي؟ فين سيدنا الحسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عبدش سيدنا رسول الله ورايح لسيدنا الحسين تقول لي بيعبده؟ تبقى انت وانطجي بقى، انت جاي بقى عندك شهوة تكفير، عندك شهوة التكفير، دي مسألة بقى، دي فيك بقى. وهم كل مشكلتهم ان حملوا الآيات اللي نزلت في الكفار حملوها على المسلمين. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. طب واحنا بنعبد الاولياء؟ طب هم عبدوه، بقى انا بعبد الولي لما بروح ازوره؟ مش في بالي اصلا ان انا اعبده لانه لا يعبد. ده انسان مخلوق فقير مفتقر الى الله. لكن انا بروح له ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الولي يمد من شاء من عباده، بس جعله مظهرا لما يصدره الله سبحانه وتعالى من عطاء. بس انت ليه بتسيب الدنيا وتروح تدور على شيخ تتعلم منه؟ طب واتقوا الله ويعلمكم الله، تبقى مشرك عشان ذهبت الى الشيخ تطلب العلم؟ طب ما تطلب العلم من الله. انكروا الوسائط، انكروا الوسائط اونطجيه. واحد قاعد بيكلم الناس في الجامع من يومين بيقول لهم ان الهداية كلام صح في الظاهر وفي باطني كفر. هقوله لك من الوهابية في الجامع بيقول للناس والناس قاعدة يا سلام مبسوطة وهو بيخرب بيتهم، بيقول لهم يا جماعة لا النبي بيهدي ولا الملك بيهدي، اللي بيهدي ربنا. صدقت، لان لو الملك ولا النبي بيهدي كان سيدنا لوط هذا مراته، وكان سيدنا نوح هذا ابنه، وربنا قال انك لا تهدي من احببت،
ولكن الله يهدي من يشاء. صرخت عم الشيخ، طب وفين بقى الآية الثانية وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم؟ وفين الآية الثانية ولكل قوم هاد؟ يبقى هو ما بيبص للمسألة من ده أعور، ده بيبص للقرآن بعين واحدة، ده أعور، بينكر الوسائط، بينكر وجوب إرسال الرسل للهداية. يبقى زي ديكر، هو ديكرت اللي هو مؤمن الفلاسفة ده، ما هو ديكرت ده بيعتبروه قديس الفلاسفة، لانه يا سلام كان مؤمن بالله عز وجل، انكر وجوب ارسال الرسل، قال لان الله سبحانه وتعالى هذا كامل الذات والصفات، لا يحتاج الى واسطة ليهدي خلقه، بل هو يهديهم مباشرة، فلا يجب هناك وجوبا عقليا لارسال الرسل، فانكر وجوب ارسال الرسل عقلا فكفر. شفت ازاي؟ اهو ده بينشر المذهب الديكارت، ولا هو عارف ديكارت ولا عارف حاجه، قاعد بيعقل، هو عارف كلام الوهابيه اللي بيكتبوه، علشان بعضهم قالوا على سيدنا رسول الله واسال الارض، بيقول لك ده بوسطجي جا جاب لنا القران ومشي، قالوا كده باللفظ ده نفسه، نسال الله السلامه، ومكتبينه في كتبه. لكن الحكايه كلها لازم نعرف ان في حاجه اسمها هدايه، توفيق، الهدايه هي التوفيق، خلق التوفيق، وده بيد الله، والهداية بمعنى الارشاد ده بيد الرسل. يبقى لابد الناس محتاجة مرشدين، رسل وانبياء يهدوهم. سيدنا ابو بكر كان مشرك، لما سألوه في طريق الهجرة من معك، فقال معي هاد يهديني الطريق، كان مشرك، هيعلم سيدنا ابو بكر الايمان الاوانطاجي ده؟ وربنا يقول انك لا تهدي الى صراط المستقيم، يقول لهم لا تهدي من احببت، يجيب لهم الايه دي والناس مش حافظه القران عشان ترد عليه بالايه الثانيه، واحنا هنقعد نضرب القران ببعض ولا نفهم؟ نفهم. يبقى الله سبحانه وتعالى يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، اي الهدايه بمعنى التوفيق اليها، خلق التوفيق اليها، ده بيد الله عز وجل، لا بيد نبي مقرب ولا رسول، ولكن انك لا تهدي الى صراط مستقيم لكل قوم هاد، اي هداية ارشاد ودلالة. واضح؟ وتملي الهداية لما تبقى متعدية تبقى هداية ارشاد، بغير متعدي تبقى الهداية بمعنى التوفيق. انك لا تهدي من احببت، ما فيهاش تعدية، يبقى الامر بالله. انما الثانية وانك لا تهدي الى، شوف الى عداها، اول ما يعديها اعرف بالواسطة، الاعتراف بالواسطة على طول، اللي هم الرسل. يقول لك ما فيش واسطة، لا في واسطة، في رسل، هم دول الوسائط. الله، امال بتعبد ربك ليه؟ عشان عبادتك دي وسيلة توصلك الى رضا الله، يبقى في وسائط ولا ما فيش وسائط؟ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول، لولا رسول الله ما كان قرآن يتلى، صح ولا لا؟ حكاية سهلة واضحة. ده تشوف يقول للناس ايه؟ كلام كفر بالقرآن. ايه ده المصيبة دي؟ يبقى ده ما ينفعش، مش كل واحد يتشجع يقعد يكلم الناس كده يا جماعة، ده كده غلط، كده حرام، كده كفر. الأول يبتدي غلط يبقى في الوسط حرام وينتهي للكفر. ليه؟ لأنه هينكر وجوب إرسال الرسل. يقوم البني آدم العامي الإنسان اللي جاي يصلي الظهر الغلبان ده جاي فرحان بإن النبي يهدي الناس وإن إيه الحلاوة دي؟ وجاي فرحان سعيد، يخلص صلاة الظهر يكفره، يطلع من الجامع يقول ولا لي لازمة، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى بعد صلاة الظهر كفروا ولا ما كفروش؟ كفر. يبقى من الناس ما تقعدش تصلي تكفر الناس، اتقوا الله. انا دي قصة، انا دي حصة لسه من يومين، يوم الخميس بعد صلاة الظهر. ايوه نعم، مؤيد للكلام. طب ايوه، ما واضح الايات كتيره، لكن انا بقول لك على الغفله اللي في بعض الشباب، يقرا له كم كتاب واخد بالك لاتجاه معين ولا خلاص، وينكروا الوسائط. طب لما بتنكر الوسائط، طب انت جيت منين؟ بزواج ابيك من امي. طب ابوك خلقك؟ طب امال يعني جيت شيطاني؟ شوية مطر نزل كده قدام بيتكوا فنبت، طلعت لوحدك كده يعني؟ لما في وسائط اهو،
مش ربك عملها وسائط؟ ومين الخالق؟ هو الله. وربنا امرك باحترام الوصفة ولا لا؟ احتار. قالك وبالولدين احسان، يبقى لازم تحترم الوصفة، لان هم دول كانوا سبب ظهورك وخلقك، فلازم تحترم الوصفة. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، لان الناس وسائط. ده خد بايدك علمك، ده خد بايدك سندك، ده خد بايدك ساعدك، ده خد بايدك، واللي واخد بايدك في الحقيقة الله، لكن على يد من شاء من العباد. وانت مأمور ان تلتفت الى الله بقلبك وان تشكر الناس بلسانك، فتعطي كل ذي حق حق. شفت بقى كلام الكفر بيتقال ازاي متلبس بالقرآن والسنة؟ ربنا ينجينا يا سيدي. وسئل عن التوحيد فقال: ان توحد الله بالمعرفة، وتوحده بالعبادة، وتوحده بالرجوع اليه في كل ما لك وعليه، وتعلم ان ما خطر بقلبك او امكنك الاشارة اليه فالله تعالى بخلاف ذلك. الاشارة اليه ده عاملين بتاع مسميينها عقيدة كل مسلم، كاتبين فيها كلام يودي في داهية ويطبعوها ويعلقوها في المساجد، وعاملين الباك جراوند بتاعها ايه اللي هو الخلفية، ايد مشاورة اصبع كده، يعني الله بالجهة. افهم، عايز اقول لك في السماء، وعامل لك كل الباك جراوند ايد عاملة اصبعها كده متكررة، صورة ايد متكررة واصابع مشيرة الى اعلى بالجهة. تصور، وبيعلقوها، وبيجدوا ناس يقول لك يا سلام هو ده، ويدافعوا عنه. يدافعوا عن ايه؟ مش عارف انا. وتعلم ان ما خطر بقلبك او امكنك الاشارة اليه فالله تعالى بخلاف ذلك، وتعلم ان اوصافه مبينة لاوصاف خلقه. ومنهم ابو علي بن الكاتب الفاتح لروحه. ابو علي بن الكاتب واسمه الحسن بن احمد، صاحب ابا علي الروذباري وابا بكر المصري وغيرهما، كان كبيرا في حاله، مات سنة 42 و300. قال ابن الكاتب: اذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان الا بما يعنيه. يا سلام. اذا سكن الخوف في القلب، يعني الخوف من الله او من سوء العاقبة، طالما الانسان كده في قلبه خوف من الله ومن سوء العاقبة، لم ينطق اللسان الا بما يعنيه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم؟ شوف المعاني دي كلها اللي قالها النبي والقرآن، هو اللي بيقول، هو اللي بيقول كده، بس بيقولها بعد ما عاشها، بيقولها وهو متعايش معها، فقالها بألفاظ جديدة، ألفاظ عايشها هو. وقال ابن الكاتب: المعتزلة نزهوا الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا. يا سلام. المعتزلة أرادوا أن ينزهوا الله من الظلم، فقالوا ان اعمال العباد مخلوقة له، وان الله لا يعلم اختيار العبد قبل اختياره، عشان يريد ان ينزهه من الظلم بعقله، فنسب اليه الجهل فقال لا يعلم الله. وقالوا ان الله لا يخلق الشر، بل العبد هو الذي يخلق الشر، فبقى اثنينية، اله الخير واله الايه الشر، زي اليونان عملوا اله الجمال واله ايه واله الحرب والساحرة الشريرة والاساطير، تأثروا بالاساطير، لكن نحن لا نعلم ان لا هناك فاعلا الا الله، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، خلق الليل والنهار، خلق الشيء ونقيده،
ينسب إليه خلقا وإيجابا، وإلى العبد فعلا واكتسابا. الحل كده. طب هم المعتزلة ينزهوا بالعقل دون النقل دون الشرع فضلوا، فقالوا أنه يجب على الله فعل الحسن، والحسن هو الحسن عقلا، ومنعوا الله من فعل القبيح فقصروا فعل الله، وجعلوا أن كل قبيح ليس من خلق الله بل الخلق هم الذين خلقوه، فجعلوا مع الله آلهة خالقة بقدر عدد الخلق. شوف قد ايه عقلهم ضلهم ازاي، ضلال مبين. دي المصيبة. المعتزلة نزهوا الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا، والصوفية نزهوه من حيث العلم فأصابوا، والعلم هو العقل مع الشرع، هو ده العلم الدليل، مش كده برضو؟ مش العلم هو الدليل، والدليل يحتاج إلى عقل يستوعبه، والدليل هو الشرع، يبقى جمعوا العقل مع الدليل صار علما. فنزه الله بالعلم لا بالعقل فقط، أي بالعقل والنقل، مش كده برضو؟ ومن مأثوراته إذا انقطع العبد إلى الله بكليته، فأول ما يفيده الله الاستغناء به عن سواه، وقوله إذا سمع الرجل الحكمة فلم يقبلها فهو مذنب، وإذا سمعها ولم يعمل بها فهو منافق. وقال إن الله تعالى يرزق العبد حلاوة ذكره به، فإن فرح بها يعني بهذه الحلاوة وشكره آنسه بقربه، وإن قصر في الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حلاوته. وقيل له إلى أي الجنبتين أنت أميل، إلى الفقر أو إلى الغنى، يعني إلى الفقير الصابر أم إلى الغني الشاكر، يعني أنت تميل لأي مقام أعلى، إلى الفقير الصابر أم إلى الغني الشاكر، إلى أي الجنبتين أنت أميل، إلى الفقر أو إلى الغنى؟ فقال إلى أعلاهما رتبة وأسناهما قدرا، ثم أنشأ يقول ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر، وإني لصبار على ما ينوبني، وحسبك أن الله أثنى على الصبر. ونقف على العلم 60 مظفر القرمسيني يوم السبت القادم إن شاء الله، واليوم معتذر عن درس الفقه مساء اليوم في مسجد حراء في المقطم، وإن شاء الله يوم السبت كالمعتاد. اللهم في سؤال هنا بيقول هل ممكن يحدث اتصال فطري بين شخص وآخر وإرسال أفكار عن بعد حتى لو في أماكن بعيدة؟ الظاهر بيقرأ بقى سلسلة رجل المستحيل فمتأثر بالحكاية دي. على أي حال، الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه طاقات لا يعلمها، دي الحقيقة، وهذه الطاقات التي لا يعلمها قد تكون ظاهرة في بعض الناس خفية في البعض الآخر، فلما تبقى ظاهرة في بعض الناس وهم قلة الناس تتعجب، لكن هي طاقات جعلها الله في هذا في الإنسان. يعني أحد الصالحين بيقول إنه مرة كان قاعد في مكة بيعبد ربنا في الحرم، بيقول أخذني فزع شديد فتوجهت إلى طريق المدينة، فوجدت هناك شاب في الصحراء منفردا تخرج روحه فمات، فغسلت وكفنته ودفنته وصليت عليه ودفنته ثم عدت الى الحرم. يعني مين اللي اعلمه الحكايه دي؟ ما دي برضه حاجات عن بعد، اهي عن بعد، مش كده برضه؟ كان الولد ده والي كبير وهو بيموت، قال يا رب مين هيكفني ويغسلني ويصلي عليه، فربنا افزع له والي كبير في الحرم بدون سبب،
قام كده اتمطر لقى نفسه رايح في طريق المدينة مدفوع دفعا بدون ما يشعر لحد ما لقاه. ما هو ده برضه اتصال عن بعد بتوفيق الله. انت زي هذه المسألة. فأحيانا بتحصل مثل هذه الأشياء فهي ليست مستبعدة في ملك الله سبحانه وتعالى، فاش مشكلة يعني. ما تقلقش نفسك ولا تشغل نفسك بالعجائب اللي في الأكوان، ولكن اشغل نفسك بمكون الأكوان. الكون مليان عجائب لو تقعد تنظر فيها وتتفرج فيها مش هتخلص. زي ما قلت لك وأنت في الطريق إلى الله مليان بوتيكات وسوبر ماركت وحاجات شغلانة وملاهي، طريق مليان. هتخش انت في بوتيك ولا سوبر ماركت ولا ملهم الملاهي وتتلهي عن الطريق بتاعك. طب انت راكب الاتوبيس ورايح اسكندريه، نزله في الريست شويه كده عشان بس تستريح لحظه وترجع تركب الاتوبيس. انت بقى سبتهم ورحت المراجيح، قعدت تتمرجح وقعدت تلعب اتاري وقعدت مش عارف تشتري ايه وتدوق ايه وتعمل ايه، اتوبيس روح والناس مشيت وانت قاعد يا مسكين في الحته دي. فانت ما تشغلش نفسك بالعجائب في الاكوان، اشغل نفسك بالمكون ومراد المكون منك، وكن يعني صاحب وقت. المطلوب منك الوقت ايه؟ تتعجب ولا المطلوب الوقت انك انت تعبد؟ ولا هتفضل طول عمرك قاعد متعجب مندهش؟ المطلوب منك انك تعبد ولا تندهش. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. تقعدش بقى تلخبط نفسك، هل هذا الاتصال ثاني؟ احنا قلنا نخلص منه بقى. يمكن ان يؤدي الى سيطرة شخص على شخص بان يجعله، لا مفيش حد بيسيطر على حد، ربك سبحانه وتعالى يديله الهام كده قوي بسبب ان الشخص ده الله سبحانه وتعالى اراد انه يجعله سببا لالهام الاخر. فكل الفعل من الله، مفيش حد فاعل يا ابني، لا الشخص فاعل ولا ده فاعل ولا حد فاعل. ده الانسان كده وهو في ازمة يقول يا سلام لو ابويا يعرف انا فين دلوقتي ومحتاج ومديون. تبص تلاقي ربك يجي له في الرؤية، يجي لوالدك في الرؤية، الواد ابنك مزنوق، يصحى الصبح يتصل بيك، ايه مين قال لك؟ رب. انت قلت يا سلام وربك هو السلام فاستجاب. ادي الحكاية كلها، الفاعل هو الله، انت مش واخد بالك. بس انا كنت عايز افتح عيادتي زمان في باب اللوق، خدت شقة في باب اللوق قلت افتح عيادتي سنة 91، مش 91 خدتها 87 كمان، حجزتها كانت لسه عمارة بتتبني، ما كانش معايا فلوس، مشغول انا بامتحن الدكتوراه ومعيش فلوس ومتجوز، يا دوب اللي بيجي لي على قد ما بصرف على عيالي وخلاص. وعندنا حتة ارض كده ورثناها عن جدي وابويا قبل ما يموت، قال لي اوعى تبيع ارض جدك اياك، وانا لا ليا في الارض ولا في التراب ولا في الطين، لحد دلوقتي موجوده ما بنعرفش ناخد منها حاجه. اللي بيستفيد بيها اللي بيزرعها. المهم فاخدت حته الشقه دي وبقيت ادفع اقساط، وجا بقى قسط استلام كبير، مبلغ كبير عشان اروح السلم، هجيبه انا منين ده؟ فنايم انا مهموم، فشفت جدي بقى صاحب الارض نفسها، ده مات وانا في ثانيه ثانوي جدي ده. فجاء في الرؤيه عمري ما شفته من ساعة ما مات، شفته بيقول لي انت قلقان ليه يا ابني؟ انا اللي هدفع لك ثمن العيادة. طب مين اللي قال له؟ وهو في برزخي. هتقول لي اتصال عن بعد ومش عارف، ولا اتصال عن ولا بتاع، هو ربك مطلع. فلما قال لي الكلمة دي رحت ايه؟ خدت منه التصريح، رحت بايع حتة أرض ودفعت ثمن العيادة وانتهينا. فالحكاية سهلة. فان ان ربك هو اللي بيبعث المراسيل دي كلها، ربك اللي بيبعثها لك يا عم، مش انت بتبعت حاجه، دي الحقيقه. فالكفار لما بيشوفوا هذه الخوارق بينسبها للمخلوق، لكن المسلم لما بيشوف هذه الخوارق ينسبها للفاعل المختار سبحانه، هو الفاعل. فما تتعجبش، ان الله على كل شيء قدير. المسلم ما يتعجبش، يقول لك ان الله على كل شيء قدير. الناس العاديه البسيطه دي يقول يا سلام ايه ده، ان الله على كل شيء قدير، وبعد كده يروح ايه ملتفت لعمله وتنمى. انما الثانيين الامريكان المناهيش يقعد عامل كده ومبرق، ما هو مش عارف يفسرها، يقول ايه دي طاقات وقدرات وهي لا طاقات ولا قدرات، القدره لله والطاقه عند الله والفاعل هو الله، والحكايه سهله، والمسلمين رايحين مخهم. لكن الكفار تشتت. هل يمكن قراءه الافكار يا عم؟ ايوه ممكن،
الاولياء كانت بتشوف جواك ايه. تدخل للولي كده يقول لك مالك بتفكر في كذا. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يدخل له الراجل جاي له من اليمن ورايح هيساله في موضوع يقول له جئت تسال عن البر وهو داخل كده. حصل وكتير من الاولياء كانت تعمل كده. وسيدنا عثمان بن عفان كان يعرف الراجل ده جاي مبصبص لواحده ست ولا ما شافهاش. يخش له واحد كده كان شايف واحده ست بص لها يقول ياتي علي احدكم يدخل علي وفي عينيه اثر الزنا. يقوم يقولوا له الصحابه وحي بعد رسول الله. الله ده الحكايه. واديك انت عرفت قصه سيدنا الشبلي لما جاله الخاطر انه بخيل. حكيتها لك انا الدور اللي فات لما جاله الخاطر انه بخيل عمل ايه؟ قال والله انا بخيل. طب والله اي مال يجي لي النهارده لا تصدقني. فبص لقى واحد معدي كده عليه قال له خد الخمسين دينار دي استعد بها على احوال. فراح ماشي بيها راح لايه ماشي لقى راجل فقير بيحلق له حلاق. فقير يعني راجل واعمى. فبيقول له ايه خذ هذا المال. قال له اعطيه للحلاق اجره. قام وطى في ودنه كده قال له ده 50 دينار ده الحلاق يكفيه درهم. دي 50 دينار. يوم يقول له الم اقل لك انك بخيل. طب وعرف منين الخاطر اللي جاله؟ عرف منين الخاطر اللي جاله؟ اولي ربنا اللي بيعلمهم يا سيد. ربنا بيعلمهم. حكايه سهله. المسلمين عندهم الحاجات دي محلوله. انت فاكر يعني هتخوفني بالورقه دي يعني؟ ايه دي؟ التقاء الارواح ونقل الارواح وتحضير الارواح. انت قلق نفسك ليه يا اخي؟ ما فيش حاجة اسمها تحضير أرواح لعلمك، ده تحضير القرين الجن. بيحضر القرين الجن ويقعد يلعب معاه لعبة ويقلبها له نكد في الآخر وكرسي في الكلوب وضلمة ويخوفهم ويمشي ويصوتهم. بعد كده. ما تلجأش للكلام ده كله. ابعد عن الكلام ده كله، اشغل نفسك بحاجات أهم. ما تقعدش تدور تضيع وقت. إيه تحضير الأرواح والكلام ده؟ التفريد في المعاملة مع الله. أن تعامل الخلق كأنك تعامل الله، فتعامل الخلق كما تحب أن يعاملك الله. الحكايه سهله. ادي معنى التفريد. انك انت مش تعامل الناس يقول لك اللي يرميني بالميه ارميه بالميه واللي يرميني بالدم ارميه بالدم واللي مش عارف كلام. لا تكن اماعة. لا تكن اماعة. اذا اساء الناس تسيء واذا احسنوا تحسن. ولكن وطد نفسك على فعل الخير وتجنب اساءة الناس. هي دي هو ده المسلم المحترم. اخر حاجه. اخر حاجه بقى عشان ايه ده واحد جايب لي شوف يا جماعه عايزين نروح. ما الفرق حاضر بين الخلوة والعزلة؟ هتيجي الابواب دي كلها ما تقلقوش هتيجي. من يحس انه معجب بكلامي فالعلاج والسكوت. وكيف العلاج؟ العلاج ما يتكلمش. بس ما يكلمش الناس طالما هو لسه بقى بيعجب بنفسه كده واحد شايف نفسه بينسب الفضل الى نفسه فيعجب بنفسه. يبقى ما يكلمش الناس وما يعملش الحاجه اللي تعمل له الكبر. لكن يشغل نفسه بفضل الله عليه، فان وجد خيرا من نفسه نسبه الى الفاعل المختار والله سبحانه وتعالى، فلا يجد لنفسه فعل. فيبقى في الحاله دي يعجب بمين؟ يعجب بربه بقى اللي اجرى هذا الامر على لسانه فيحمد الله سبحانه وتعالى. انما اللي بيعجب بنفسه لسه محجوب، والمحجوب ده هيوصل حد هياخدهم للحجاب اشد، فما يكلمش حد بقى. يقعد يسمع. ويسكت. ايوه يا شيخ. ده فيها الوسيل.
طب اذا سألك عبادي عني فاني قريب، هم فهموا ان اذا سألك عبادي عني فاني قريب، فهموا اذا سألك عبادي عني فهم قريب. لو كانت الآية فهم قريب يبقى هم فهموها صح، لكن ربنا قال هم قريب ولا قال اني قريب؟ يبقى ربنا بيتكلم عن نفسه مش بيتكلم عن العبد. فمنين ربنا بيقول اني قريب وتقول انا قريب؟ ده ربك بيقول انا اللي قريب، انت اللي بعيد، انت اللي بعيد بشهوتك، انت اللي محبوب برغبتك، انت اللي محبوب بمعاصيك، انت اللي بعيد. طب ما ربك اقرب الى الانسان من حبل الوليد. اي انسان؟ بوش ربنا اقرب اليه من حبل الوليد. الله. ابليس ربنا اقرب اليه من حبل الوليد. الله. طب ايه المساله يعني؟ لكن انا بتكلم على عبادي اهل الخصوص. اذا سالك عبادي المؤمنين عني فاني قريب اليهم، واخد بالك ازاي؟ يعني الله هو اللي قريب. تقوم انت تستفيد من دي عكس الايه، تقول انا اللي قريب، انا مش محتاج الواسطه، انا مش محتاج الوسائل، انا مش محتاج ايه؟ عكست الايه على نفسك يا اونطجي. ربك بيقول اني قريب، تقوم تقول لي انا قريب يا مخلوق؟ ربك الخالق هو اللي قريب، لكن انت مرزوع بعيد في ارض الغفلة، بعيد في ارض الشهوة، بعيد في ارض المعصية. فازاي انت يا عاصي يا غافل تقول انا قريب؟ هل ربك قال لك انت قريب؟ اذا سألك عبادي عني، لو قال فهم قريب معلش يبقى فهموها صح، لكن الآية غلط. يبقى اثبتت اولا القرب من الله لعباده، ولم تثبت قرب العباد من الله. فأنت المحجوب، الله ليس بمحجوب. أنت المقهور، الله ليس بمقهور. فهمت ازاي؟ هذه المسألة. وبعدين أثبتت الواسطة إذا سألك، يعني لا يعلم قربي إلا بسؤالك. يبقى أثبتت الواسطة، لأن ما قال لهمش أنا قريب، قال سألك، لازم يسألوك الأول يا محمد. يبقى هي توافق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم. وافقت الآية بالظبط. جاءوك مستغفرين طالبين أن تستغفر لهم، لوجدوا الله إيه؟ توابا رحيما. هي الآية دي، هي دي. طب خلاص خلى أبو جهل يقول يا رب. هيستجيب له؟ طب مش ربنا بيقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد؟ الانسان ابو جهل ده مش انسان؟ طيب ايه المشكله يعني؟ يعني عايز الحكايه كلها تبقى لخبطه يعني؟ النسب هنا ربنا بينسب القرب لنفسه، فازاي تنسبه انت لنفسك؟ ده مش فاهمين عربي بالظاهر، كانوا واخدين انجلش ولا كانوا ايه اللغه اللي واخدينها؟ مش عارف، مش فاهمين عربي ولا بيعرفوا انجلش. والله لو كلمته انجلش تلاقيه برضه لا، بعضهم بيعرف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.